وعلى أساس هذه المسؤولية التاريخية وفي أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة قداسة البابا على أرض العراق أرض الرافدين، نطرح اليوم الدعوة لحوار وطني لتكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا. إننا ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحوار المسؤول. ندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة.